السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتعرف مع بعض طريقة تحويل الفلوس من محفظة فودافون كاش لأي محفظة تانية، سواء اتصالات كاش، وي باي، اورنج كاش، اي محفظة تانية تقدر تحول لها فلوس بكل سهولة. كل اللي عليك تعمله اول حاجة تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، تاني حاجة انك تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي نخش في المهم بقى، هتفتح قائمة الاتصال عندك وتطلب الكود نجمة 9 شباك، وبعد كده بتضغط على اتصال، هيفتح معاك قائمة زي اللي هتظهر دلوقتي هنا، وبعد كده بتختار رقم تحويل اموال. انت عندك 3 اختيارات: تحويل اموال وشحن رصيد وسحب من الاي تي ام. دلوقتي انت بتختار تحويل اموال او تحويل فلوس. بعد كده بتبدا تكتب رقم الموبايل اللي انت عاوز تحول له فلوس، ولازم أن يكون عنده محفظه. تاني حاجه بتكتب المبلغ اللي انت عاوز تحوله للشخص ده. تالت حاجه واخر حاجه هي انك تكتب كلمه السر الخاصه بالمحفظه بتاعتك. بعد كده مباشره بتضغط على الارسال وبيتحول الفلوس اوتوماتيك لصاحب الرقم اللي انت اخترته، وبكده تكون انت حولت الفلوس بنجاح. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى لو استفدت من الفيديو النهارده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، واشوف وشكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامه.